قال فأخبرني عن أماراتها عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. اختلف الفقهاء في تفسير هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال يكثر عقوق الوالدين، ومنهم من قال يكثر الرق، ومنهم من قال نكون عندنا ملك لديه جارية تسرى بها بشروط مدونة في كتب الفقه تنجب له ولد، هذا الولد يوم من الأيام إذا مات الأب الملك أصبح هو ملك فأصبح سيد على أمه. القول الرابع قالوا هذا من قلاب الأحوال. نعم.